مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل نتواصل معكم هنا في الانطلاقات، نتواصل التحديات ارضيه هذا الميدان. شوطنا الثالث بالنسبه لسن الاذاعه هنا خاص بالبكار، هذا الشوط في هذه الانطلاقات والتحديات الجميله. نسير هنا مع الصدارة، مع المقدمة أرق على الصدارة، مطر بن محمد بن علي بن القريني المنصوري وهملولة، من الجانب الآخر حمد بن محمد بن عمران القتبي، وهنا سلسبيل هلال بن محمد بن هلال بن طراف المنصوري، من تأتينا على المركز الثالث، بينما المركز الرابع، المركز الرابع مخيفة لعبيد بن سعيد بن منانة، هناك أيضا القتبي من تنطلق رابعا، وخامس المراكز الذيبة عبد الله بن علي بن عبد الله بن سعيد بن معيض النيادي من تنطلق على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. إذن على أرضية هذا الميدان نعود هنا إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول وإلى هملولة، من غيرت على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. حمد بن محمد بن عمران القتبي هي المسيطرة على زمام الأمور وعلى صدارة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. مخيفة من تأتينا على ثاني المراكز، عبيد بن سعيد بن منانة القتبي يقدمها على المركز الثاني، والمركز الثالث سلسبيل هلال بن محمد بن هلال بن طراف المنصوري تنطلق بهذا الانطلاق. وصلت الشاهينية من الجانب الآخر، صالح بن سالم الشاوي الغفلي انطلق على المركز الرابع، وأرق في المركز الخامس مطر بن محمد بن علي بن القريني المنصوري من تأتينا على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، هذا الانطلاق وهملولة، هملولة المسيطرة على زمام الأمور. حمد بن محمد بن عمران القتبي على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول، تسيطر على زمام الأمور. المركز الثاني مخيفة من تأتي على ثاني المراكز هنا بهذا الانطلاق، عبيد بن سعيد بن منانة القتبي ثانيا، بينما المركز الثالث الشاهينية صالح بن سالم بالشاوي الغفلي تأتي على المركز الثالث، والمركز الرابع أرق في المركز الرابع مطر بن محمد بن علي بن القريني المنصوري وغرايب، هنا تنطلق راشد بن أحمد بن راشد بن حمد بن علي العويسي من تأتينا هذا الانطلاق هو التحدي على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى. نعود إلى الصدارة، نعود مع بن عمران على الصدارة على المقدمة وهملولة، هملولة المسيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة. حمد بن محمد بن عمران القتبي هي المنطلقة بصدارة هذا الشوط، هو بالمركز الأول تسيطر على زمام الأمور بانطلاقتها وتحدياتها الجميلة، بينما المركز الثاني الشاهينية صالح بن سالم بالشاوي الغفلي من تأتينا على ثاني المراكز، ولكن الصدارة 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 مع هملولة، هملولة المنطلقة بمقدمة هذا الشوط هو بالمركز الأول. حمد بن محمد بن عمران القتبي هي المنطلقة بصدارة هذا الشوط، هو بالمركز الأول تسيطر على زمام الأمور. تهانينا تهانينا على هذا الفوز المميز، والسلام لأهالي مدينة الزيد، أهالي مدينة الزيد بهذا الانطلاق. تهانينا والناموس لحمد بن محمد بن عمران القتبي على فوز هملولة بالمركز الأول ولحظة وصولها إلى خط النهاية، معلنة الفوز ومعلنة الناموس. المركز الثاني وصلت الشاهينية هنا صالح بن سالم الشاوي الغفر، المركز الثالث أرق انحلت ثالثا لمطر بن محمد بن علي بن القرين، المركز الرابع سلسبيل هلال بن محمد بن طراب، والمركز الخامس مخيفة عبيد بن سعيد بن منانة. وأربع دقائق وسبعة
و44 ثانية، 4 دقائق 44 ثانية، 4 4 4 هو توقيتها الزمني.